بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني الإعداد، إن شاء الله النهاردة معانا أهم أسئلة كتاب المدرسة أو كتاب المدرسة في أسئلة الاختياري بالنسبة ليونت 7 ويونت 8. وطبعا الأسئلة عندنا على شهر مارس أو على اختبار شهر مارس، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا المجموعة الأسئلة الأولى معنا، أو المجموعة الأولى خاصة بالفوكاب، خاصة بالكلمات اللي على يونت 7 و8 من كتاب المدرسة الستيودنت بوك، كتاب الطالب، والورك بوك، كتاب الأكتيفيتي. ولكن دايما طبعا البداية كلنا بنمبر 1، السؤال الأول هو سؤال تشويس، تشوز ذا كوركت أنسر. طبعا الأسئلة كلها تشويس معانا عشان اختبار شهر مارس. Number one, space are like planes but they don't have wings. يعني ايه؟ شبه الطائرات ولكن ليس له اجنحة. الكارز، الكاميرات، الموبايلز، الهليكوبترز. طبعا الهليكوبترز اللي هي الطائرات المروحية، الهليكوبترز. Number two, the road isn't big. الطريق ليس كبير. Enough for cars, للسيارات. But you can go down, ولكن ممكن تنتقل. It on a lorry, عربية نقل. Circle, دائرة. Motorbike, اللي هي دراجة بخارية. Foot, you can go down on a motorbike. On a motorbike, يعني في دراجة أو على الدراجة البخارية. On a motorbike. Do you think that it will be easier to speak from Arabic to English next term? Do you think that هل من السهل ان احنا، او تعتقد من السهل ان احنا نترجم من العربي للانجليش؟ طبعا translate، translate يعني يترجم. Muna always wears a space on the bus because she loves listening to music. Muna always wears طبعا منى دايما بترتدي ايه؟ لما تحب تسمع الموسيقى. ها مجرد بنسمع كلمة موسيقى، الاستماع بنسمع الايه؟ الهيدفونز، اللي هي سماعات الاذن. هيدفونز، هيدفونز يعني سماعات الاذن. يبقى منى always wears headphones، دايما بترتدي سماعات اذن. When she likes to listen to music. Do you think that we will space a car that doesn't make any pollution؟ هل بتعتقد ان احنا هنخترع سيارة doesn't make اني مش هتعمل لنا اي بلوشن، تلوث؟ طبعا we will predict. predict يعني يتنبأ او يتوقع. There is a or any space on this phone which tells me the weather in my city. الا يخبرنا عن الطقس. There is an app في عندنا تطبيق على الفون، التليفون، هيخبرنا عن الطقس. ولا سكرين شاشة، باترية للبطارية، تشارجر للشاحن. لا طبعا ايه؟ there is an app. app يعني تطبيق. my little sister، اخت الصغيرة. it is space to sweets she always wanted to eat them. my little sister، اخت الصغيرة، is addicted to. addicted to يعني مدمنة اكل الحلوى. she always دايما wants to eat them، دايما بتحب ايه؟ تاكلها. That new hotel، الفندق الجديد ده، looks space I really don't like. don't like يبقى horrible، فظيع يعني so bad. for example terrible or horrible means don't like is very bad and so on. يبقى that new hotel، هذا الفندق الجديد، looks horrible. looks horrible يعني يبدو ان هو فظيع. I really don't like it، انا لا احبه او انا لا اطيقه. عندنا nice، عندنا wonderful، عندنا fantastic. طبعا nice يعني لطيف، wonderful يعني رائع، fantastic يعني رائع. Number 9, the tourists took the road south by space but they wanted to go north. the tourists took the road south by correction lever mistake right. the tourists took the road south by mistake، يعني أخذوا الطريق بالخطأ. but they wanted to go north، ولكنهم طبعا أخذوا الطريق للجنوب، ولكنهم كانوا متجهين للشمال. يبقى هنا by mistake يعني على الخطأ أو على سبيل الخطأ. our friends، يبقى عندنا expression كده by mistake، على سبيل الخطأ، by mistake. Our friends sent us some photos on، أصحابي بعتوا لي صور on social media، على السوشيال ميديا. screen الشاشة، keyboard لوحة المفاتيح، mouse. طبعا my friends sent us some photos on social media، طبعا مواقع التواصل الاجتماعي اللي بنبعت عليها ايه؟ pictures أو الفوتوز، الصور.
If you don't speak the lesson, you should tell the teacher. If you don't understand, if you don't understand the lesson, لو ما انتش فاهم الدرس اخبر المعلم. You shouldn't speak in the sea if it's very cold. You shouldn't swim in the sea. You shouldn't swim in the sea. يعني لا يجب ان انت تسبح في البحر لو الجو ايه بارد. So sphang has lots of fat and sugar in it and it's very طبعا في sugar وفي fat يبقى it's very ايه ها ايوه sweet يعني حلو طبعا fat sugar يبقى مذاقه حلو. Falafel is really spicy and it's very popular in Egypt. Falafel is really horrible, terrible, bad, delicious. طبعا delicious لانها popular محبوبة او مشهورة. يبقى delicious يعني لذيذ. What's your favorite spicy fruit that you like to eat when you are thirsty? طبعا هنا fruit juice. What's your favorite juicy fruit? Juicy fruit يعني فاكهة قصيرة العصير. The water in the sea, المياه اللي في البحر. The water in the sea is salty, مملحة. طبعا مية البحر معروف ان هي ملحة. Is salty, can you think of a food with this taste? ممكن تفكر في طعام بهذا المذاق. Many people are allergic to spice, so they don't eat cakes. كثير من الناس عندهم حساسية لإيه وما بيردوش ياكلهم أو يتناولهم اللي هو الكيكس اللي هو الكعك. طبعا نتس المكسرات معروف ان عندنا الكيكس بتتعمل او بيتحط فيها او بيوضع فيها ايه نتس مكسرات يبقى allergic to nuts. Space is an example of fast food يعني طعام سريع. يا ترى البيتزا اللي البيتزا ولا الباستا المكرونة ولا تشيز الجبنة ولا الكيك الكعكة. طبعا البيتزا معروف ان البيتزا دي بنسميها fast food. Space products like milk and cheese help us to have strong ones. ناخد بالنا من sentence وإن شاء الله معتقد كبير جدا إن هيجينا في الامتحان. Dairy products. Dairy products يعني منتجات الألبان. Dairy products like milk زي اللبن and cheese والجبنة help us to have strong ones. بتساعدنا يبقى عندنا عظام قوية. Dairy products منتجات الألبان. Meat, fish and eggs all have space in them. الميت اللحمة والفيش السمك والإجز البيض كلهم have a protein. يبقى اللحمة والسمك والإجز طبعا بروتينات يبقى protein in them. Number 21. Humans have 210 space in their bodies. طبعا هنا ايه bones. Bones يعني عظام. معروف ان جسم الانسان فيه 210 عظمة in their bodies في اجسامنا. The biggest ones are in our legs. واكبرهم في الارجل. Food is usually healthy and good for you when it's طبعا الفود بيبقى صحي وكويس لو هو ايه فريش. فريش يعني طازه. لكن طبعا اكسبنسيف اول تيربل طبعا ايه نوت يعني ما ينفعش نقول غالي ولا نقول عليه قديم ولا نقول عليه تيربل فظيع. لكن هنا هيلثي صحي يبقى فريش. وين اي هاد طبعا فريش يعني طازج. وين اي هاد بيج لانش لما بتناول وجبه خفيفه وجبه كبيره اي فيلت ايه اي فيلت هيلبفول متعاون كيرفول حريص. Empty يعني فارغ ولا full يعني شبعان. طبعا I felt full لما بتناول وجبة كبيرة كده بحس ان انا full يعني شبعان. The soup is cold. الشوربة طبعا السوب ده اللي هي الشوربة لكن لو صابونة S-O-A-P. The soup is cold. الشوربة باردة. Shall we space it? ممكن نسخنها. Shall we heat it? هي باردة يبقى ممكن طبعا هنا اقتراح. Shall we heat it? ممكن نسخنها يبقى heat يسخن. You need to space eggs and milk before you make an omelette. مفروض نعمل في البيض واللبن ايه قبل ما نعمل الاوملت. طبعا beat. Beat يعني يخفق. We need to beat eggs and milk. Beat يعني يخفق اللبن مع البيض عشان نعمل الاوملت. Space is a vegetable يعني خضروات that's very healthy يعني مفيدة أو صحية. طبعا spinach. Spinach اللي هي السبانخ. Spinach is a vegetable خضار that's very healthy يعني صحية. Tokyo is the biggest city in Tokyo is the biggest city in Japan. Cairo, Egypt, Tampa. Tokyo is the biggest طبعا Tokyo دي ما ايه the biggest city in Japan. Japan اللي هي دولة اليابان. Tokyo دي موجودة في اليابان. Do you see that the weather will get hotter in the future? Do you predict? Predict يعني بتتوقع. هل تتوقع ان الطقس يبقى hotter in the future يعني ساخن او حار في المستقبل؟
It was cloudy this morning. It was cloudy يعني الجو كان مغيم في الصباح. But the clouds soon space when the sun comes up. ولكن السحب منها لما الشمس طلعت. Come out, appear, disappeared, program it, disappeared. السحب اختفت. يبقى it was cloudy. كان الجو مغيم في الصباح. ولكن السحب ها اختفت لما الشمس came out يعني ظهرت. يبقى disappeared اختفت. I asked my teacher for help because I couldn't speak a new lesson. I asked my teacher for help because I couldn't understand a new lesson. أنا طلبت من المعلم المساعدة because I couldn't understand لأني مش فاهم a new lesson الدرس الجديد. وبعدين ندخل بقى على الجزء الخاص بالجرامر. بالنسبة لأهم أسئلة الجرامر معانا طبعا برضو أسئلة الستيودنت بوك كتاب الطالب والورك بوك الأكتيفيتي طبعا نركز عليهم جدا لأن إن شاء الله الامتحان مش هيخرج منهم. If I space to the shops I will spend a lot of money. If I go عارفين إن if مضارع مستقبل مضارع يعني الفعل أو الفعل زائد is الفعل فقط مع I, they, we, you أو الاسم الجمع والفعل زائد is مع he وshe وit. يبقى if I go if I go الفعل مع I زي we you الفعل فقط أما he و she و it بنجيب الفعل في s when هدى طبعا if أو when if أو when لأن if A بديلها when when هدى visits Cairo لما هدى هتزور القاهرة she will buy هتشتري يبقى عندنا if أو when مضارع مستقبل لو نصيحة نقول should والمصدر نشيل will ونحط should. حسن won't use the internet to buy food when he is ليه بقى مضارع مستقبل المضارع من verb to be am is are المضارع من verb to be عندنا am is are يعني when أو if when أو if بجراها am is are when أو if am is are. منى space online for a new phone when she gets home. منى space for a new phone when she هنا gets مضارع يبقى هنا مستقبل فين المستقبل will look ها مجرد ما اشوف وين او اف اجيب وراها المضارع وقبلها المستقبل او الجمله الثانيه بتبقى عندها المستقبل سواء هنا وين جت في اول الجمله او جت في نص الجمله وراها المضارع الجمله الثانيه بتبقى ايه مستقبل. You shouldn't watch videos on the internet if you if your head hurts لو راسك بتتعبك طبعا hurts هنا اللي هي it او ايه او اسم مفرد يبقى بنجيب الفعل في s. If you space someone, you shouldn't make friends with them online. If you don't know. طبعا احنا قلنا مضارع مستقبل. طب المضارع عايزة من فينا؟ لو انا معرفش الشخص ما لا يجب ان انا اكلمه اونلاين. يبقى if you don't know someone. If you don't know someone. If you see people being horrible online, you space tell your parents. You should. هنا advice نصيحة. احنا قلنا if مضارع وجملة تانية مستقبل. ولو نصيحة بشيل will وحط مكانها should. انا هنا بنصحه بقول if you see people being horrible online. لو شفت ناس فظيعة على النت you should يجب ان انت تخبر والدك. يبقى هنا ايه should. For advice. When you go to bed, you space turn your phone off. لما تروح تنام يجب ان انت تطفي الموبايل. You should برضو for advice. هل انا هنا بتوقع عشان اقول له will؟ لا. توقع شيء نقول will. ولكن نصيحة نقول should. يبقى when you go to bed, you should. يجب ان انت تطفي الموبايل. For advice, should. You should tell a parent or a teacher if you feel worried. طبعا قلنا if مضارع مستقبل. You بنجمع الفعل بدون أي إضافات. قلنا ما الفعل في اسم مع مين قلنا؟ مع he وshe وit أو الاسم المفرد. يبقى if you feel. حسن has samosas got. Has samosas اللي هي السمبوسة. Has samosas got space sugar or salt in it. طبعا هنا has. إني بدل في سؤال يبقى إني إني بتيجي في النفي والسؤال إني نفي سؤال نفي أو سؤال عندي سؤال يبقى إني. My little brother sometimes eats a lot. يا ترى ماتش جرابس طبعا الجرابس كاونتبل اسم معدود يا ترى مين اللي بيجي مع المعدود ماتش لا ده ماتش بتيجي مع غير المعدود الوت ناقصه اوف اني في الجمله المنفيه والاستفهاميه يبقى ما فيش الا مين افيو اللي بتيجي مع الاسم الجمع مع الاسم الجمع ومعناه قليل عكس مين عكسها ميني يبقى ماي ليتل براذر سمثين الجمله مثبته ما فيش نفي يبقى ما ينفعش اني الوت ناقصه اوف ماتش بتيجي مع الاسم غير المعدود يبقى افيو او ميني طب انا عندي مين مين عندي افيو معناه قليل وبتيجي وراها اسم جمع. سبيس يو لايك ا ليتل سولت اون يور تشيبس وود يو لايك اكسبريشن عندنا وود يو لايك
A little salt on your chips. Would you like? هل تحب؟ قال له no, thank you. يبقى would you like expression ناخد بالنا منه. Would you like a little salt in your chips? ليلى likes space milk in her tea, but not very much. ليلى likes milk. ليلى likes a few milk, any milk, a lot, a little. ليلى likes جملة مثبتة. يبقى احنا ما ينفعش نقول مين؟ any. طب عايزين حاجة بتيجي مع الاسم غير المعدود اللي هي مين؟ a little يعني قليل. وطبعا a little بتساوي not much. يبقى هنا ليلى عايزة قليل ولكن مش عايزة كتير. a little و much. a little و much بيجوا مع الاسم غير المعدود. مرة تانية الاسم غير المعدود زي rice, cheese, milk, السوائل عموما بيجوا معاها much و little. much كثير و a little قليل. My grandmother spends space time cooking in the kitchen. She is often there all day. طبعا الطايم الوقت غير معدود. يبقى ايه؟ A lot of time. طبعا هنا my mother spends a lot of time cooking in their kitchen. She is often there all day. تقريبا بتفضل طول اليوم في المطبخ. يبقى a lot of time. ينفع نقول little؟ لا. ليه ما ينفعش؟ مع ان little ممكن تيجي مع time. ولكن بتقول لنا هنا هي غالبا ما بتقضي اليوم كله في المطبخ. يبقى مفروض ان وقت كتير لكن ليتل معناه قليل. يبقى a lot of time يعني وقت كثير. اما a few ما تنفعش تيجي اصلا مع time لان a few بتيجي ما وراها جمع وليس اسم غير ايه؟ معدود. I am not very hungry. انا مش جوعان. but I'd like to have. طبعا I'd like لو جه وراها فعل يبقى to والمصدر. ولكن لو جه وراها الاسم ممكن هنا olives. olives ده ايه؟ ده الزيتون. countable noun ايوه اسم جمع معدود. الاسم الجمع بنجيب معاه مين؟ بنجيب معاه a few. يبقى I am not very hungry. انا مانيش جوعان. but I'd like a few olives. ولكن عايزة القليل. مرة تانية olives جمع. olives جمع واللي بيجي مع الجمع a few ومني. a few ومني. لكن اني في الجملة المنفية و a lot طبعا ناقصة of. space the eggs in the bowl and beat them with a fork. الفعل جاي في بداية الجملة يبقى مصدر بدون أي إضافات لأنه أمر. بدل جال الفعل وما فيش قبله فاعل يبقى أمر. put the eggs in the bowl. ضع البيض في السلطانية. and beat them with واخفقهم with a shark with a fork بالشوكة. take the omelet and space it with salad. take يعني خذ الأومليت and serve. serve يعني قدمه. and serve it with salad. take the omelet. take the omelet يعني خذ الأومليت and serve it with salad. وقدمه بالسلطة. space it be called if I travel to England. space it be called if I travel. if I travel if ومضارع يبقى قبلها مستقبل يبقى will it be called. well بدل في if يبقى في will. when will أو should. when you space online. when يبقى مضارع. فين المضارع هنا؟ when you play. قلنا مضارع الفعل أو الفعل زائد s الفعل فقط. are they we you يوم عنه. when you play online لما تلعب online you should check that you can't buy anything. the tourists اللي هم السياح is with the pyramids if they are in Egypt for the first time. the tourists will visit the pyramids if they are in Egypt. ولا should visit طبعا هنا should نصيحة ليهم يجب ان هم يزوروا الأهرامات لو هم موجودين في مصر لأول مرة. the tourists should visit the pyramids. ينفع نقول هنا will طبعا هو اصلا ما جابلناش will في التشويس ده ممكن تبقى will او should ولكن هنا for advice للنصيحه بنقول should. space isn't a dairy product يعني حاجه مش من منتجات الالمان. مين اللي مش عندنا من منتجات الالبان؟ طبعا الرايس الارز. rice isn't a dairy product. rice الارز isn't a dairy product. we sometimes eat sphingi with space tea. we sometimes احيانا ما بنشرب الشاي ما بناكل السفنجي with any ولا some with some tea. الجملة مثبتة يبقى some لكن لو منفية هنقول any. لكن طبعا مين بتيجي مع الاسم الجمع وقالوت ناقصة قلنا ايه؟ of اسمها a lot of. يبقى we sometimes eat sphing with some tea مع بعض الشاي. some بتيجي مع المعدود وغير المعدود في الجملة المثبتة. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا دي أسئلة أهم أسئلة الجرامر معانا وخدنا أسئلة التشويس اللي هو خاص بالكلمات. الأسئلة طبعا لن يخرج عنها امتحان شهر مارس. ومن هنا إن شاء الله أتمنى التوفيق والنجاح للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.